هاو في بالك هاو في بالك. مرحبا، اليوم باش نحكي لكم يا سيدي على خدمة الديوانة ربي فضلهم حسن منيع لتونس. والمعلومات هذه تنجموا تلقاوهم في موقعهم على الانترنت www.douane.gov.ie للي يحب يتوسع في الموضوع. مالا ديوانتنا عندهم ثلاثة مهام. المهمة متاعهم الأولى يقولوا لها جبائية، معناها يلموا في المعاليم والأداءات والرسوم المفروضة على كل بضاعة اللي نجيبوها من برا واللي نصدروها زادة، وفما فلوس أخرين زادة ياخذوهم ويسميهم شبه جبائية، وهذوما يا إما يعطيهم لصندوق الدعم ولا لصناديق بعض الحرفيين كيما الفلاحة ولا صناعية. وتعز زادة على كل يتهربوا من دفع الجباية اللي سماح ولا برشا بصراحة. وعندها مهمة أخرى زادة، وهي المهمة هذه عندها علاقة بالأولى، وهي المهمة الاقتصادية، يعني هي تحمي في السلعة الوطنية والموارد الفلاحية. معناها كي يدخل متصبات مثلا من برا يزم يوظف عليه معاليم باش يبدأ أغلى من اللي صنعوه في تونس، بس سلعتنا تلقى بلاستها في السوق، وخاصة أن تونس دخلت في اقتصاد السوق الحرة، ويلزم الديوانة تواكب التطورات هذه وتبدل من طرق الخدمة متاعها، وزادة هي تشارك في تطوير البلاد. وساعات فما قوانين ماهيش مواكبة للتطور هذا، هذاك علاش يسمها تطور القوانين متاعها باش تولي مواكبة. والديوانة زادة عندها دور تدعيم الاستثمار في تونس وتشجيع المستثمرين، وزيد بالحرص متاحها تولي تخلق جو باهي متاع تنافس ونزيه، وتتلهي بهك عملية الكونترفاسون والتقليد، وتراقب المواصفات والجودة متاع البضاعة اللي تجينا من برا. وعندها زادة مهمة كبيرة، وهي المهمة الأمنية، واللي تتلهي بحركة تنقل البضائع والفلوس على الحدود ومكافحة التهريب بأنواعه الكل، بضائع، مخدرات، حيوانات، وحتى تحفل أثار زادة. مال المواطن زادة يلزم يحل عينيه معاهم شوية، وهاكم ريتوا كيفاش المواطنين ما يقصروش وين فما حاجة تهدد البلاد. هذا اللي عندي ليكم اليوم، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك هاو في بالك.